لك عجب يعني في غير يوم الجمعة في أي مجلس إذا سمعت بسم النبي عليه السلام بدك تصلي عليه، ما تصلي عليه فأنت البخيل، ما تصلي عليه عليك دعاء بالذل والهوان رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه تخطئ يوم القيامة طريق الجنة. كل واحدة إلى دليل، بدك الأدلة يرجع إلى كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين. فنحن في يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض علي، وقال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة. وهذا اليوم أبا مالك، ما هذا اليوم؟ يوم الجمعة. أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك، اسمعوا يا أيها المكثرون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. أبشر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان سلفنا الصالح في بيتهم نعم القرآن ورياض الصالحين ودلائل الخيرات وعندهم السبحة الألفية للذكر وكذا، وين الآن؟ الآن صار تلاقي عامل شيخ بيستحي يحمل مسبحة بخاف من الوهابية، شو زي أبدا، كل حامل جوالات وحامل طالع الآن مجلس علم تصغي وتسمع، أما في غير مجلس علم خليه كل أشياخنا أقطاب الدنيا وعلماء العصر كان سيدنا الشيخ عبد الرزاق، وين في كل مجلس؟ أبدا. أنا كنت في عزائي وتمنيت أن لا أخرج من عزائي، لكن هكذا قدر رب العزة دائما لسانه بالقرآن وبالصلاة عنه صلى الله عليه وسلم وبالذكر، بالذكر يا أحباب. صحابي قال يا رسول الله إن إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومتى يبقى اللسان رطبا من ذكر الله؟ إذا كان هناك دوام للذكر، إذا في دوام الذكر بقي رطبا من ذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك. نحن في زمن فتن، نطلب من الله عز وجل أن يكون معنا. اللهم كن لنا ومعنا ولا تكون عليه. كيف يكون الله عز وجل معك؟ كيف؟ في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل وأنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. حرك الآن. بعض الناس إبليس لبس لك أخي بالقلب، أنه قلب خربان معمر في الدنيا وقاعد 50 شيطان بقلبك عم يسبح، عم تقول لي بالقلب الذكر، قلب الذكر إذا ولعت في القلب تولع باللسان تولع بالوجه وبالأعضاء كلها. نحن ما ندري ما في القلب، لكن هذه الأعضاء تدلنا شو في جوا. في خشوع وفي خضوع وفي ذكر وفي حبيبي الآن القلب معمر، أما الأعضاء فلتاني وتقول لي قلب ما الله كذاب. من أصلح جوانية أصلح الله برانية، ومن أسر سريرة ألبسه الله غداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الرباني ما تستطيع إلا أن تذكر الله عند رؤيتهم أهل الاستقامة، أهل الاستقامة إن رأيتم لابد أن تذكر الله، ما شاء الله لا قوة إلا بتسبح. يا ترى أنت هل أنت من الذين إن رؤوا ذكر الله، أم الناس السعيذ بالله من الشيطان الرجيم منه لعد لسانه فلتانه؟ وإذا جلست تذكر الحاضرين بالله، الآن كل الناس يستحون أبدا، ملتزم مصلي وحافظ وعالم بيستحي يقول للناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيشتغلوا بالقيب القال أبدا، نادر هذا، نادر أبدا. حتى يستغرب بعض الناس بيستغرب إذا إجا هذا خالد بعد المجال قال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا شو ليش عمل
يا حبيبي هكذا سلفنا الصالح الصحابة الكرام دائما يتواصون بالذكر والعبادة. نحن خلقنا من أجل هذا تحب الله تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. أما تقول أنا أحب ربي تحكي عن الدنيا كذاب. هل الدنيا متربعة في قلبي؟ لسانه دائما عم يتكلم عن الدنيا. أما لي قلب معمر في الذكر دائما يذكر الله سبحانه وتعالى. سيدي الشيخ ملا رمضان بوطي وهو نائم كان يذكر الله، يدخل عليه حفيده وهو نائم يسمع يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الشيخ أبو مصعب الشيخ أحمد الأحمد حدثنا عن رجل من الذاكرين في معرة النعمان كان معهم في طلب العلم في المدرسة، قال والله وهو نائم نأتي إليه وهو نائم قلبه هيك عم يرتفع، نسمع منه الله 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 الله، قلبه هيك قال يرتفع وهو نائم وهو نائم. شيخ نعيم الرسوسي الله يرضى عنه مكان يحفظ القرآن الكريم دائما عم يراجع، ينام أحيانا بيجي بيسمعوه وهو نائم عم يسمعون تلاوة للقرآن منه وهو نائم. إن لله وإن إلي راجع. الله لا يفضحنا. وعند الموت يا حبيبي ما يخرج عند الموت إلا ما استقر في القلب، استقر حب الله في القلب والذكر. عند الموت تموت وأنت تذكر الله تعالى. قلت هذا أمام طبيب، هذا شيء اسمه قول معي طبيب العيون سنجاب مازن، بعرف اسمه بس بدي أثبت منكم. نعم قلت هذا الكلام في مجلس، قال لي والله هذا الكلام الذي تقوله له مصداق في الطب عندنا، له مصداق. قلت ما مصداق هذا في الطب؟ قال لي عند إجراء العملية قبل العملية كثير من المرضى بيعملوا تمثيلية. وشو تمثيلية؟ لما سوي العملية بيجيب سجادة الصلاة وبيجيب معه المصحف ومسبحة وعم يقرأ قرآن ويذكر ويا ربي يا ربي يا ربي، اللي كله تمثيلية. تو كيف تعرفون تمثيلية؟ اللي بنعمل له عملية لما بفيق بالبنج شو سيدي يا بفيق عم يغني من الشباك للحشلك حالي الله يرده، أو تحت التفاحة نومة برياحة وأروح لمين؟ لا لا الشيخ الكشك لجهنم، وين بدك تروحي؟ قاعد عم تغني الناس ابدا. قال لي لما بيصحى من البنج يخرج ما في قلبي. طب والقران والذكر والصلاه؟ قال لي كلها تمثيليه، مو معتاد على هذا، هلا عم يمثل. اما الشيخ ابو ياسين قاوقجي الله يرضى عنه لما كان في العنايه المركزه في قلبي ابدا يسمعونه ويقرا القران الكريم، جابوا المصحف ضبطوا له عده صفحات وهو في العناية المركزة ما أسقط حرفا من القرآن، ما أسقط حرفا من القرآن. يا أحباب واحد من مسرابة يحضر معنا المجلس هنا في الظهر سمع صيغة ألف ألف صلاة ما ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في الليل والنهار يقولها. عملوا له عملية، اجوا رفقاته بعد العملية يضحكون عليه انه شو بده يخبص، فأول ما صح من العملية هو يقول ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ثم يقول الله يجزيك عنا كل خير يا شيخ فواز، رد يرجع أولى. عملوا له عملية ثانية كذلك حصل الشيء نفسه، جاب لي هيك مصورينه بالفيديو، قال لي تعال اسمع، قال لي أنا هون لما خرجت من العملية ليه لسانه دائما مثل هذا أمه لصاحبه غدا المنشد طراد، كذلك علم أمه هذه الصيغة أبدا. كنا في الحج قلت لهم واظبوا على هذه الصيغة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رجع البيت علموها نساءكم وأمهاتكم. نعم علم أمه، وذلك صارت أمه في الليل والنهار كيف ما تتحرك ألف ألف صلاة ما ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. جاء ملك الموت وهو يقبض روحها وهي تقول ألف ألف صلاة ما ألف ألف سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت وهي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يوفقنا لما تحب وترضى. ابدأك يا حبيبي، الشغلة مفتوحة، الوصل الثاني زمان بيش بالمتام قاعدين لصلاة الجمعة. نعم.